قبل قليل تم توزيع بعض الهدايا لضيوف الرحمن من قبل معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الزسديس، والذي يتشرف باستضافته عبر الهواء مباشرة من هنا من الرحاب الطاهرة. معاليكم، أول شيء نهنئكم على نجاح أولى خطوات الخطة التشغيلية للمسجد الحرام لتقديم كل ما لديكم لهذا الضيف الكريم. نتحدث بداية عن هذا الاستقبال لضيوف الرحمن في الرحاب الطاهر. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذه الأيام أيام مباركة في مكانها وفي زمانها وفي مناسبتها، وهو الحج إلى بيت الله الحرام. دولتنا المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين تولي الحرمين الشريفين وقاصديهما وضيوف الرحمن الاهتمام البالغ، وكل أجهزة الدولة تستنفر في هذه الأيام لاستقبال ضيف الرحمن. الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وهي من تلك المنظومة من الأجهزة الحكومية، وضعت خطتها التشغيلية المميزة التي تعد أكبر خطة تعلنها الرئاسة على هذه الكثافة من الأعداد من حجاج بيت الله الحرام، وهم أكثر كثافة بعد الجائحة. استقبال ضيف الرحمن ومحورية العناية به والاهتمام به أيضا هو ديدن حكومة هذه البلاد المباركة إلى أن يعود إلى بلاده، لتترك تجربة الحج الأثر البالغ في نفسه في هذه البيئة الإيمانية والروحانية والتعبدية. ولهذا عنينا الحقيقة في الرئاسة من خلال التوجيهات الكريمة للقيادة الرشيدة أننا نركز في خططنا التشغيلية على العناية بهذا الضيف والنزول إلى الميدان واستقباله وإهدائه. هي رمزية حسن الاستقبال لضيف الرحمن، ثم ضيف هذه البلاد المباركة وجميع أبناء المملكة العربية السعودية منذ تأسيس هذه البلاد على يد الملك عبد العزيز رحمه الله، وهي البلد المضياف لضيوف الرحمن وللمسلمين جميعا. إهداء المصحف الشريف، عبوات الزمزم، السجادة، بعض الأشياء الصحية، هي رمزية في حسن استقباله مع الكلمة الطيبة والبشاشة ومهارات التواصل الفعال في استقبال ضيف الرحمن وإثراء تجربته في كل المجالات في المسجد الحرام. نحن نركز على هذا، مستخدمين أعلى معايير الجودة العالمية والتنافسية الشريفة مع التناغم والتكامل والتنسيق مع جميع الجهات ولا سيما الجهات الأمنية وزملائنا في وزارة الإعلام لنقل هذه الصورة المشرقة، ولزملائنا في وزارة الحج والعمرة وجميع الجهات العاملة في تناغم وتكامل يحقق طموحات القيادة ويترجم التطلعات من ضيوف الرحمن ومن جميع المسلمين، لتكون هذه المناسبة مناسبة إسلامية إنسانية عالمية حضارية، مع التركيز أيضا على حوكمة الأعمال والتركيز على الرفادة والوفادة وحسنها، وأيضا التميز والريادة في الأعمال الإنسانية، في أنسنة الخدمات، في جودة الحياة، في أتمتتها، في تطوير الأعمال، في استثمار التقانة واللغات لتصل رسالة الحج إلى هذا الحاج حتى يتعرف على الإنجازات التي تقدمها المملكة العربية السعودية في خدمة ضيوف الرحمن. وما هذه التوسعات العملاقة الآن، جميع الحرم في جميع أدواره وأروقته وقبوه وأسطحه والرواق السعودي كله مشرع ومفتوح، وتفتح كل الأبواب ومهيئة بكامل الخدمات، ولله الفضل والمنة، بل في خدمات مطورة
ولله الحمد والمنة. والدعاء لولاة أمرنا بأن يجزيهم الله خير الجزاء. استقبلنا اليوم الحجاج ويعلوهم البشر والتفاؤل والمحبة والابتسامة والفرحة لأنهم وصلوا إلى البيت الحرام. ونحن في رسالة الحرم نعنى بالضيف ونرى أن خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا من الوصول إلى الحصول. من وصوله إلى ساحات المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى أن يحصل مراده بأداء هذه الشعيرة. ولهذا فنحن نوصي الحجاج بأن يتعاونوا مع الجهات الأمنية ويتعاونوا مع الجهات المعنية لنمثل من خلال هذا التجمع حرما آمنا وحجا مبرورا ومقبولا. إن الالتزام بالأنظمة ومراعاة أمن البلد الحرام والتعاون مع ولاة أمرنا في هذا المجال ورجال الأمن لهو مما يحقق الأهداف والمقاصد الشرعية والنظامية. نعم، إن أذنتم معاليكم اليوم سيتم أيضا في مظهر إسلامي بهيج وهو رفع ثوب الكعبة تزامن مع دخول موسم الحج. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. العناية بالكعبة الشريفة هي محور اهتمام العناية بالحرم، ولهذا عنيت الدولة رعاها الله منذ تأسيسها على يد الملك عبد العزيز بأن يوجد مجمع لصناعة كسوة الكعبة تصنع محليا في هذه البلاد وفي أيدي سعودية وعلى أعلى ولله الحمد والمنة معايير الجودة، إما في الكمية أو في النوعية والكيفية والأجهزة والآلات من أبنائنا السعوديين المدربين المؤهلين ويحملون شهادات معتمدة في التدريب على التطريز لكسوة الكعبة الشريفة. جرت العادة حفاظا على الكسوة أن الجزء السفلي 3 أمتار يرفع حتى يكون في ذلك صيانة للبيت وحفاظا عليه، لأن بعض الناس من حبهم الشديد للكعبة قد تغلبه عاطفته فيأخذ بعض الخيوط من الكعبة، وهذا الحقيقة أمر في محبتهم وكذا، لكنه من الناحية الشرعية يحتاج أننا نوعي إخواننا. ومن الوسائل المهمة أنه تؤخذ الاحتياطات ويرفع الستار للكعبة الشريفة، وإلا فهو إجراء يعني معتاد في كل عام، والمراد به الحفاظ على كسوة الكعبة المشرفة وأن لا يتطرق إلى المسلمين والحجاج الأذى بالتزاحم والتدافع، وهو ولله الحمد والمنة من حسنات هذه البلاد المباركة. وبإذن الله سيتم تركيب وتسليم كسوة الكعبة في يوم العاشر في يوم العيد ولله الحمد والمنة من ولاة أمرنا حفظهم الله إلى ساد الكعبة المشرفة. وأيضا الحمد لله الاستعدادات كلها تبشر بخير، ومتفائلون بموسم حج استثنائي ومميز وآمن وميسر بحمد الله، لأن نية هذه البلاد ومقاصدها ولله الحمد والمنة في خدمة الحرمين وفي استقبال ضيوف الرحمن نوايا حسنة وطيبة وتريد الخير للعالم الإسلامي وتحقق الريادة الإسلامية والإنسانية والحضارية من خلال استثمار هذا الموسم المبارك، وهي رسالة إلى العالم في وسطية الإسلام واعتداله ورحمته ويسره وسماحته وسلامه ووئامه. فالحمد لله على كل حال جندت الرئاسة هذا العام أكبر عدد بشري من موظفيها وموارد بشرية تصل إلى 14,000 موظف وعامل وعاملة من منسوبينا ومنسوباتنا في مكة والمدينة لخدمة ضيوف الرحمن. ويسرني اليوم عن طريق الإخبارية أن أعلن جاهزية الرئاسة وتمام استعدادها لحج هذا العام في خطط تشغيلية استراتيجية موسمية وأيضا ميدانية. نحن جميعا نقف
بروح الفريق وبالعمل المؤسسي لنظهر هذه الشعيرة بما يليق بها وما يحقق الطموحات للقيادة الرشيدة، سائلين الله عز وجل القبول والتوفيق والإعانة والتسديد، وأن يجزي ولاة أمرنا خير الجزاء. وشكرا لإعلامنا، شكرا للإخبارية على هذه التغطيات والوجود الدائم في رحاب الحرم الشريف لتغطية هذه المناسبة الإسلامية العظيمة. شكرا، بأمان الله، بأمان الله.